اليوم يوم هم بتحكينا بالشارع بتكتبون شهر البلد تحترموهم لك وقف يا عم قاعد بالسجانة قاعد بالسجانة بيه تسوي مظاهرة خليه يطلع واحد يحكي مع واحد استنى هذا السؤال واحد ما حدش يقرب عليه حدش يقرب عليه ابعد 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 شكله الدش يقف الدش يبعد عنا خليه يروح خليه الدش يقف والله شكله في جيش اسرائيل سوى نمرة السيارة مو يا عم يا حبيبي احنا ما بدناش يعني نأذي الناس بس في سيارات بيمشوا بدون ادب يعني هذا الشارع داخل قرية لازم يمشي 120 يمشي 160 اللي بيمشي غير ادب هو اللي بيتحاسب ما اشتر ولا اي شيء يا رجل حكينا على الراديو والله حكي يعني والله حكي كل يوم بدك تحكي ابو عمر لا اسمع خليك معي الشوفيريه التعيين العمومي بدهم مش حكي لا بدهم مش حكي احنا الان في حركه احتجاج بالنسبه لهذا الشارع الوضع خطر جدا الشارع هذا اول شيء مش شارع سريع هذا شارع داخلي شارع داخل قريه بيوت اطفال احنا كل اسبوعيا اذا مش يوميا نتعرض لحوادث قتل او اصابات حوادث سيارات حوادث اطفال واحنا بنطالب الجميع المؤسسات واهالي والبلديه والناس بالوقوف الى جانبنا لحل مشكله هذا الشارع مشكله خطيره بنطالب البلديه بشكل رسمي بالتدخل السريع لوقف هذه الفوضى على هذه الشارع والله ان مع الصح لازم هنا يعملوا طبقات يعني يعمل صح لانه دم الناس روح الله معك بلاش كل يوم يومين يندعس واحد حرام والله يعطيك العافيه شكرا يلا افتحوا شباب خلاص سليمان واقف كان يفهم المستعجل لا هذا تقدوه يعني